السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد الأمين من قناة الأمين. وقبل ما نبدأ كما العادة، علاش ما صلوش على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا. الكثير من الأسئلة جاتني وما عارش كيفاش ندير باش نجاوب عليها. إلا خصص لكل سؤال فيديو راح تدي مني وقت وبزاف صوالح. المهم ديسيديت انا اليوم نجمع لكم بعض الاسئله ما قريتهمش ديجا، راني يعني معكم شغل لايف، راني يعني نقراهم دركا على المباشر وراني نسجل، ما قريتهمش ديجا. جاوني اسئله في الفيسبوك وفي الفيديو الاخير لي كومونتير راح نقراهم ونجاوب على اللي نقدر عليه حسب خبرتي. نبداو على بركه الله، نمشي الفيسبوك من عند تلميذه منى. واش تقول؟ تمام، اولا شكرا، جزاك الله خيرا على فيديوهات ساعدتني كثيرا. انا كنت اخذ معدلات ممتازة، بس لما انتقلت على الثانوية تهاونت صارت معدلاتي 11، والان انا طالبة بكالوريا 2018، اريد ان اتعب على نفسي واخذ بكالوريا 18 حقا، هذا ما اتمناه، لكن عندي مشكل مع الرياضيات والفيزياء، فارجو منك نصائح كي اصبح اخذ مع علامات ممتازة فيه، كما أني أرجو رأيك، هل أستطيع الوصول إلى هذا المعدل في البكالوريا أم لا مع الاجتهاد من بداية السنة الدراسية؟ وشكرا مرة أخرى، الله يحفظك أخي. وبعتت رسالة أخرى تقول كان معدل 16-17 وبالثانوي صار 11، وأريد أتحصل على بكالوريا معدل 18، هل يمكنني مع نصائح كيف أصير أتحصل على علامات ممتازة في الرياضيات والفيزياء، لأن عندي مشكل معهم وعلاماتي ضعيفة فيهم. هذه حكايتي. صح. أولا أختي، إذا كان عندك حلم باش تدي 18 معدل وتعبتي على ذاك الحلم وتوكلتي على الله عز وجل وثقتي في نفسك، راح تدي النقطة اللي راكي حبها 18، راكي حبة 18 بالخدمة وبالتعب وبالتوكل على الله وبحسن الأخلاق وبالصلاة والدعاء إلى الله عز وجل، لأن بيده كل شيء. هذه نكونوا متفاهمين عليها، حتى المعدل لك باغية تديه، مش كنوا متفاهمين هنا. أما بالنسبة الأسكت تقدري تديه ولا تديه، باينة بلي تديه نقطة 18 سنة. إذا بديتي المراجعة من بداية سنة أو من دركة تديه المراجعة وديري جدول توقيت مخصص للدراسة وإلى آخره، تبع الفيديو القدام سيرتو الفيديو تاع التحفيز، خاص يكون عندك حماس وإرادة ورغبة باش تولي تقراي، وما تمليش إلى كان عندك اكتضاض في الدروس ولا مش عارف الخدمة نتاعك من بداية السنة، راح تتجاوزي كل هذه العقبات بإذن الله، وراح تتحصلي على المعدل اللي راكي باغيته انت. فلا يوجد مستحيل اذا كنت انت تدعين الله عز وجل، تقومين بالدعاء الى الله عز وجل، فكل شيء سيصبح يسيرا عليك. اما بالنسبه الرياضيات والفيزياء، درت اساتذه تاع الفيزياء في اليوتيوب، تبعيهم من اول درس، من اول درس اكسد ارجاع ثم النووي ثم الكهرباء على ما اظن، الوشيعة والمكثفة ثم على ما اظن الاحماض والاسس، احماض اسس من بعدها يجي احماض اسس من بعدها مش عارف واش احماض اسس والاسترة، احماض اسس الميكانيك والاسترة، هذا هو واش راح تقراه في الدوزياماني. الأكسدة إرجاع درس سهل قريتوه في الدوزياماني، راح تزيدوا تعمقوا شوية فيه كيفاش ترسموا جدول تغيرات وما إلى ذلك. في الفترة الأولى راح إذا تبعتي الأستاذ مولاي عمر والأساتذة اللي حطيتهم لكم في الفيديو السابق، راح تتحصلي على نتائج جيدة بإذن الله. أما بالنسبة للرياضيات فعليك بالأستاذ نور الدين. أستاذ نور الدين، هذا الأستاذ راح نخلي الرابط تاع القناة نتاع أسفل الفيديو، تبعيه من أول درس في الدوال العددية، تبعي الفيديو راح حاطه في 15 ساعة الدوال العددية، مش شرط تتبعيه في
اليوم الأول أو يومين ولا ثلاثة تبعيه، لا، قسمي وقتك جيدا وضعي كراس خاص بالأستاذ نور الدين، مشي كراس رجيز تروامة ولا كاتمة مخصصته إلا الأستاذ نور الدين، وهكذا راح تتجاوزي المشكلة تاع الرياضيات والفيزياء، ولكن يجب عليك أن تبدأي من الآن. إن شاء الله نكون جاوبت على سؤالك. نمشوا الأسئلة الأخرين. من فضلك أساتذة للرياضيات نهال شيخي. أساتذة الرياضيات نصحك بأستاذ نور الدين لا غيره، أستاذ نور الدين روعة، تبعي الفيديو نتاعها حتى الآخر، وإذا ما فهمتيش حاجة عاوديها وسقسي الأساتذة نتاعك في المدرسة عليها، ويلا تقدري توازني بين الأستاذ نور الدين وليكور، دخلي ليكور إلا أنت عندك رغبة في ليكور ومش عارف دخلي ليكور. أنا حسب رأيي الأستاذ نور الدين وكان تبعيه من بديت سنة راح تدي نقاط 19-20 عادي، وكان تبعيه من بديت سنة، أنا تبعتها غير في 20 يوم المعدل تاعي طلع من 2-3 حتى 7، تبعتها في 20 يوم فقط، في 20 يوم الأخيرة بدون حل تمارين، كنت نتبع غير مع الأستاذ نور الدين، وتبعي أستاذ نور الدين وحل التمارين والبكالوريات السابقة، البكالوريات السابقة لأن الأفكار تتعاود سيرتو في الرياضيات. نمشي السؤال الآخر. أخي بليز، واش ممكن نراجع في الفيزياء تاع سنة ثانية ويتعاود في البرق الأحماض وأسس أكسدة إرجاع برق؟ إلا كي بغيت تريفيزي من دركا ريفيزي في الفيزياء، ريفيزي الأحماض والأسد، أحماض وأسس خليهم هما الزوجين، ريفيزي أكسدة إرجاع مليح كي تكملي منها عاد روحي الأحماض والأسس، لأن الأكسدة إرجاع راح تقرايهم في الوحدة الأولى، في الفترة الأولى هتقراو أحماض وأسس والنووي، النووي هو اللي جديد عليكم وساهل ساهل بزاف، ما يخبعكمش الغاشي، كان فيه غير قوانين وطبق هذا مكان. أما الأحماض والأسس راح تقراوهم في الوحدة الثالثة على ما الرابعة على ما أظن، رابعة ثم حتى الفترة الثانية أو نهاية الفترة الثانية هذا مكان، وريفيزيهم مع أستاذ مولاي عمر وطواهرية ولا مش عارف، كاين أساتذة اللي حطيتهم لكم في الفيديو السابق راح يعاودوا ليهم. يعطيك الصحة خويا، تعيش ما لقيش أستاذة تاع علوم طبيعية دايرين دروس هكذا، كون غير تقولنا كيفاه درت في العلوم الطبيعية معاملها ستة أك على بالك وميرسي فخير من عند دولة جاب. العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية عندي واحد الملخصات، أنا ريفيزيت منهم من عند واحد الأستاذ كيدير لي كور في الولاية اللي كنسكن فيها أنايا في ولاية الجنوب، هاد الأستاذ مهراني على ما أظن، عنده خبرة في المجال كبيرة، واش كندير ملخصات تاع الدورات المكثفة أنا ديتهم وعلى صاحبي وطبعتهم، إلا لقيت باش نسكانيهم لكم بالك كيسكانيهم لكم راني نعطيهم لكم. والأستاذة كاين واحد الأستاذة نتاع في اليوتيوب ما تعطيكش كلش، ولكن كنت أنا عندما كنت نغيب دروس وما نحضرش في المؤسسة نتاعي كنت نتبعها تعطيني أحسن من المؤسسة نتاعي، ولكن قدام لي فيديو نتاعها كاين دروس حذفوهم كيما المتمم في المتمم في المناعة هدم، ولا لقيت كيفاش ندير هذوك الملخصات اللي ريفيزيت منهم انا شخصيا راح نعطيهم لكم، ما كانش في الكونيكسيون كاع ما كانش باسكو هاد الاستاذ ما كيدير صوالح في الانترنت، وعلى ما اظن انا الا ان شاء الله الا قدرت ندير لهم سكانات ونعطيهم لكم راح يفيدوكم بزاف بزاف، وملخصات هذه مكتوبين باليد. اسئله واحده اخرى. الأسئلة في هذا الفيديو مشو الفيديو حقا كان واحد الأستاذ واحد تلميذ ولا تلميذة سقساوني على المنهاج نتاع علوم الطبيعة والحياة، أنا كنت كاتب واحد المخطط تاع علوم الطبيعة والحياة في الريجيس نتاعي، راح نعطيكم الدروس اللي راح تقراوهم في العلوم الطبيعية، علوم طبيعية عندك واش عندك مخطط واش دير فيه، هذا مخطط نتاع الدروس عطاهنا الاستاذ كي كنت نقرا دروس خصوصيه قريت شهر اول وخرجت،
ما كملش بسبب الاكتداد وهاد الصوالح كيما على بالكم. شوف عندك مخطط، هذا المخطط هو تاع الدروس نتاعنا. دير في البداية نتاع ورقه، جيب ورقه ستيلو، ورقه نتاعك ديرها بالعرض واكتب في البداية نتاعها على اليمين، كتب النواه. كي دير النواه كتب الفوقه، دير دائره على النواه كتب فوقها المورثه. كي تكتب مورثه فوقها دير من مورثه سهم الاستنساخ، فوق داك السهم استنساخ نحو من اليمين اليسار، من مورثه الى اليسار. وبعد دير عارضه هكذا ودير سهم اخر وترجمه فوق هاد السهم، ترجمه من اليمين اليسار. فوق الترجمه دير الهيوله، اوكي. في نهايه هاد السهم دير بروتين، رسم الشكل تاع البروتين ودير عنده تفرعات. من البروتين دير تفرعات، كاين خمس تفرعات من الاعلى للاسفل، من الاعلى للاسفل. هاد الوحدات اللي غادي تقراهم، اول وحده راح تقراوها هي دور الانزيمي، نشاط دور الانزيمي، نشاط انزيمي. دور البروتين، ثانيا عندك دور الدفاعي، المناعه، هذه الوحده الزوجه اللي غادي تقراوها. ثالثا دور نقل واتصال، اتصال عصبي المشبك وما شابه ذلك. ثالثا عندك دور في، رابعا دور في تحويل الطاقه، التركيب الضوئي. وخامسا عندك دور في انتاج الطاقه، التنفس والتخمر، وهذا اخر درس. وكاين واحد الدروس تاع الجيولوجيا على ما اظن حنايا ما طحناش بصح قريناه، ديره هو اسفلهم. دوك نبدا نفهمكم، هنا في السنه الثالثه ثانوي راح تقراو دور البروتين في النشاط الانزيمي، دور البروتين في الدفاع، دور بروتين الدفاعي المناعه، دور البروتين في النقل واتصال الاتصال العصبي، دور البروتين في تحويل الطاقه تركيب الضوئي، دور البروتين في انتاج الطاقه التنفس والتخمر. دور البروتين دائما راح تقراوه. لذا قلت لكم ولوا الدرس نتاع الاديان وقراوه مليح مليح باش كي تدخلوا في الثالثه ثانوي ما تلقاو صعوبات بزاف في هذا الدرس. باسكو راح اول درس راح تقراوه كيفاش من نواه تولي عندنا، واش يصرى كيفاش تتحول المورثه الى بروتين، واحد المراحل يصراو من الاستنساخ وترجمه حتى تصل الى البروتين. التعبير المورثي على ما اظن، التعبير المورثي الى تحويل اللغه مورثيه، لغه نوويه الى لغه بروتينيوم، تحويل من لغه نوويه الى لغه بروتينيوم. وراه عندي بعض الدروس نتاع علوم طبيعيه وملخصات، الا بغيتوني نبدا ندير لكم دروس في العلوم الطبيعيه. ولا لقيت التفاعل لتحت في لي كومونتير على الفيديوهات تاع دروس العلوم الطبيعيه اللي بغيتوني نفهمكم العلوم الطبيعيه والحياه. هذاك الفيديو تاعنا نهار اليوم، جاوبت على الاسئله، بعض الاسئله اللي مطروحين في القناه وفي الفيسبوك. اذا عجبك ما تنساش كليك على جام وكومونتير، اذا عجبك الفيديو وتكتب لنا واش قلت لكم على دروس العلوم الطبيعيه واش رايك. وتانيك دير سبسكرايب ولا صابوني ولا اشتراك في القناه، هكذا ما راحش تولي مشترك معنا بصفه نهائيه الا بعد الضغط على زر الاشعارات، هكذا باش يولي وصلك كل جديد نتاعنا من الفيديو نتاعنا. وان شاء الله نلقى الدعم نتاعكم كبير على هاد القناه باش نبدا. وقبل ما نمشي حبيت نقول لكم، واش رايكم نبداو نديرو دروس ولا مازال حتى البداية تاع السنه؟ كان معكم محمد الامين من قناه الامين، سلام.